الحب الحب ليه معاني كتيره جدا بس اول ما بنقول الحب بيجي في ذهننا علاقه مثلا الراجل بالست ده معنى من معاني الحب بس الحب ليه معاني كتيره جدا علاقتي بربنا انا بحب ربنا فبطيعه بحب ربنا بحب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بحب والدي والدتي بحب اخواتي بعد كده بحب جيراني بحب دراستي عشان اقدر انجح فيها بعد كده بحب الشغل اللي انا فيه فبنجح فالحب مرتبط بالنجاح في امراض كتيره للقلوب زي الكراهيه مثلا زي الحقد زي الغل زي الغيره زي الحسد القلب اللي بيحب ومليان بالحب ما بيلاقيش الحاجات دي جواه ما يعرفهاش ما عندوش مكان قلبه مليان بالحب مسائل حب، مسائل تحدي، مسائل الإرادة والعزيمة، مسائل كفاح اللي دايماً عنوان وأساس كل نجاح مسائل ورد على كل مشاهدينا في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح في بداية الحلقة، عنوان حلقتنا النهاردة قصة نجاح وفي بداية الحلقة كده أحب أرحب بضيفتي اللي نورتني وشرفتني النهاردة أستاذة يمنى محمد محامية أهلا بك يا أستاذة شرفتي ونورتيني في الحياة كفاح النهاردة مرسي بنورك عايزين نتعرف عليك أكتر ونعرف أستاذة المشاهدين أستاذة يمنى محمد أنا اسمي يمنى محمد أنا محامية بحب مهنتي قوي لأن أنا بتضيف لي كل يوم معلومة جديدة وكل يوم بتعلم منها حاجة جديدة بالاضافه ان انا بعمل على ان انا يعني وحدها كخدمه انسانيه للناس بفك كربهم من خلال القضايا اللي هي بتجيلي فانا اساس محاميه وثاني حاجه ان انا بتكلم في مجالات كتيره قوي كتنميه بشريه دارسة تنميه بشريه مع الدكتور محمد عثمان احد تلاميذ الدكتور ابراهيم الفقي تمام أه الله يرحمه الله يرحمه بس فانا كيمنى محمد عندي هدف في حياتي مهم ان انا بساعد الناس بوعيهم من خلال الثقافه عامه ثقافه قانونيه ويعني بعمل على الحس على نشر المعلومات العامه وان كل كل واحد يبقى ليه هدف في حياته مهم قوي يعني انت بتحبي تساعدي الناس أنا بحب أساعد الناس لأن ده بيأثر فيا أنا ويعني لي كل يوم حاجة جديدة يعني الإنسان لما بيساعد الناس ربنا بيقف جنبه وبيساعده بيخليه حاجة مميزة ونعم و... بالله حاجة مميزة بيبقى حاجة مميزة في حياتهم ايه أستاذة يمنى حضرتك اللي اخترتي أنك تخشي كلية حقوق ولا هو مثلا المجموع أو حد من أهلك احكي لنا كده عن فكرة الثنائية العامة دي كده و... وبعد كده الكلية؟ البداية معايا بدأت بأن أنا يعني وأنا في سنة عام كان كل هدفي حد هو الإنسان الإنسان لازم يبقى طول ما هو عايش حد هدف في حياته أنا عايزة أبقى إيه أه نفسي في إيه أنا وأنا في سنة عام كنت نفسي أبقى أداب أه كان نفسي أبقى أداب عشان يعني أحب بقى الدراسة وأن أنا أدرس أعلم يعني بس قدر الله ما شاء فعله رحت حقوق أه؟ الحقوق حلو الحقوق جميله وصعبه انا ما زعلتش بس بقيت لقيت نفسي في حقوق ولقيت نفسي في مجال انا مش عارفه هعمل فيه ايه فحبيت دراسه الحقوق حبيت الدراسه وبعديها بقى لقيت نفسي كده مع المحاميه مع الوقت اه أو محاميه اه تمام طيب مهنتك دلوقتي دي يمكن الرجال اكتر من النساء او الفتيات مثلا بتلاقي صعوبه في ده وانت بتتعاملي في المحكمه مع القضاه والمستشارين مع زمايلك حتى اللي هم الرجاله بصي هي مهنه المحاماه عموما صعبه بيقولوا مهنه شقة تمام. فانا بصي انا بحب الحاجه الشقة لان هي بتطلع مني انسانه جديده انا في المحاميه كل يوم بنتعلم حاجه جديده ما فيهاش روتين فهي آه. بتضيف لي بتاثر فيا وبتكبرني يوم بعد يوم فكون ان انا موضوع ان هي ما فيش حاجه اسمها محاميه دي المفروض للرجال بس دي حاجه غلط بالعكس يمكن المرأه بتضيف اكتر افكارها كل يوم كل دقيقه عقلها بينتج معلومه جديده ده تحيز للمراه ده تحيز للمراه كده الرجاله يزعلوا مننا تحيز للمراه ومع احترامي طبعا الرجل يعني ليه بتقدر عظيم طبعا في المحاماه وفي الحياه عموما لا مع احترامي لكل الرجاله هي المهنه فعلا شقه بس يمكن الستات لما بتحب زي ما قلنا في الاول اللي بيحب حاجه بينجح فيها سواء بقى كانت محاميه زي استاذه يمنى اللي منورانا النهارده في الحياه كفاح او دكتوره أو, او مثلا مهندسه في كل المجالات الستات بتنجح تمام صح الكلام حضرتك مظبوط بس اهم حاجه زي ما ذكرت الهدف كل ليها هدف تعرف توصل له. تمام لازم الواحد يحدد هدف قدامه طبعا ويسعى ليه يفضل في حياته كده حاطط هدف ويسعى لتحقيقه يعني انا انا في مهنتي بحط هدف ان انا عايزه اطلع الموكل عندي من ايه من المشكله اللي هو حاطط نفسه فيها ان هو عليه قضيه والناس هتكلمه فبحط هدف قدامي ان انا عايزه اساعده عايزه اطلعه من عايز عايزه اخلي شكله كويس قدام المجتمع ما يبقاش متهم تمام فبيبقى هدفي انسان ان انا ايه ببرأه من الدوم اللي هو فيها والله هي المحنه كلها انسانيه دي حقيقه لما يكون مثلا حد مظلوم او حد وقع عليه ظلم فمهنه المحاماه بتحاول ان هي ترفع الظلم ده من خلال بقى حضراتكم المحامين المحاميين يعني أكيد المحاميات اللي زي حضرتك كده اكيد طبعا دي حاجه يعني الناس كلها عارفينها يعني وهي مهنه المحاماه دي يعني اعظم مهنه في في مصر عموما طب احنا معانا صور لحضرتك ممكن بس زمايلنا في الكنترول يجهزوها في المحكمه اه وشهادات لحضرتك تمام طيب لغايه ما تجهز معانا ايه قوليلي كده انت شايفه دور المرأه ازاي في مجتمعنا المصري بالتحديد آه بصي انا يعني شايفه دور المرأه دوت يعني هو دور مهم اوي يعني لان المرأه ما لما بيقولوا ان المرأه نص المجتمع دي مش مقوله بتتقال كده المرأه نص المجتمع لان هي علي اساسها علي اساس تربيتها للاجيال او للاولاد بتحدد, بتحدد بناء عليه إيه النشأه خارج, خارج البيت اللي هو المجتمع ككل والمعاملات والنجاح طبعًا. وان الانسان يوصل لهدفه الشاب يطلع كده محقق ذاته و... كل ده بيرجع للمراه طبعًا. فدور المراه مهمة من خلال عملها سواء في البيت او في الشغل لان هي بتؤثر في البيت عندها وكل يوم بتتعلم معلومه جديده تصرفاتها تعليم كلمه ده بيأثر في طفلها الطفل ده بكره او بعده لما هيطلع هيطلع يعني هيبقى تربيه من مش من الام صحيح فالمراه ام ولا ام مدرسه تحت اقدامها الجنه تمام ايه طيب اتكلمنا يمكن قبل الهوى ايه عن ايه مثلا لما يكون حد ايه شك قانوني يعني اه لما يكون حد مثلا رايح مصنع ايه او شركه ما قطاع خاص تمام فمن ضمن الاوراق اللي بيمضي عليها وصل امانه وصل أمانة على ابيض كده مش مكتوب رقم معين ده من ضمن الاوراق فممكن يسيب المكان ده بمشكله يعني ممكن, ممكن مثلا يسيب المكان عمل مثلا مشكله في المكان ده فسابه مشكله اه فصاحب العمل بقى لما ياخد الوصل ده يستخدمه مثلا ضده حضرتك ممكن تعملي ايه في في المشكله دي يعني في شباب كتير بيعاني منها يعني في ناس كتيره جدا بتعاني من المشكله دي تمام فايه رايك ايه حل... يعني رايك القانوني في المشكله دي آه هو طبعا الحل الامثل آه ان احنا بن... بنوجهه طبعا في الاول وفي الاخر ان دي اصلا مش قانونيه موضوع ايصال الامانه في عقد العمل في الشركات مش قانونيه القانوني عقد عمل بيبقى محدد فيه بنود معينه على وهي تكون مثلا مده العمل الراتب آه يعني الحاجات دي كلها اللي هو بقى بيبقى فيه نسخه من لصاحب العمل ونسخه ليه ولو الشركة أو المصنع تبع المكتب العمل بيبقى فيه إيه نسخة تبع المكتب لكن إيصال العمل دوت غير قانوني تماما أنا شايفة إنها يعني بتبقى نقطة استغلال للشباب عشان يشتغل فهو طب لو وقعوا فيها بالفعل يعني هي مش قانونية هو لو يعني لو وقعوا هو فيها مش قانوني مثلا إن أنا عندي شركة أو عندي مصنع وحد جاي يشتغل عندي فمن ضمن اوراق التعيين بتاعته امضي على وصل امانه هي مش قانوني القانوني عقد انت حضرتك خلاص انا مضيت أنا الشاب ده جه ومضى هو مضى يعمل بقى ايه بعد كده بقى؟ لو ساب مثلا الشغل ده لاي سبب من الاسباب هو الطبيعي في اول ما بيشتغل بيبقى بياخد نسخه من الوصل ده وبيحرر بيه محضر بيعمل اثبات حاله عشان ايه بيعفي نفسه من اي اجراءات قانونيه ممكن تحصل له من صاحب العمل تمام لكن اذا خلاص هو تعرض هو بيلجا لمحامي واحنا كمحاميين بن بنقدم دفوعنا الاجرائيه المعروفه كالعاده وبنعمل طعن طعن على ايصال الامانه نفسه هذا غير قانوني يعني حاجه مش قانونيه اصلا اه هو بيروح للخبراء ومعروفه طبعا طبعا كلنا عارفين عقد العمل لا آه يعني عقد العمل ده بيبقى عقد فيه بنود 14 بند 10 بنود لكن على حسب العقد بقى هو اه على حسب العقد لكن إيصالي آه. امانه ده بيبقى بيني وبين طرف مش بيني وبين صاحب شركه او مش شركه دي بتبقى شركه لكن إيصالي امانه حضرتك انت بيبقى بيني وبيني وبين طرف او ثلاثه ثلاثة دوت يعني على حسب ايه نية العقد نية ايصال الامانة نفسه بمعنى الصور إيه؟ جاهزة معانا؟ طيب تمام الصور حضرتك في في المحكمة اه دي انا كنت في محكمة التجمع تمام اه ودي دي برضه دو... اه كنت في التجمع بس كانت بره القاعه بره قاعه ال... دي برا دلسة. القاعه اه تمام الشهاده آه. دي بقى دي شهاده انا كنت عاملاها كنت واخداها دوره كده كانت دوره مهارات قانونيه تبع جامعه عين شمس تمام آه. كانت 2016 آه. دي بقى انا كنت في نيبة الشرق تبع العباسيه يعني تمام طيب من خلال بقي يعني الدراسه وبعدين دخلتي في سوق العمل بتنصحي مثلا البنت اللي هي عايزه تبقي محاميه تعمل ايه يعني ايه مثلا الخطوات اللي تمشي عليها اذا في دراسه او في سوق العمل لما تنزل بعد تبقي محاميه انا بنصحها طبعا بالقراءه القراءه القانونيه لان من خلال القراءه هينبع من خلالها من وعي ثقافي ووعي قانوني غير جانب العملي بقى يعني العملي مع القراءه تقرا وتكتب تمام آه لازم طبعا المحاماه اساسها الوعي القانوني والثقافي آه لان من خلالها احنا بنطلع الثغره الثغره اللي بن... من خلالها بنبرأ المتهم وده امر الهي اصلا اقرا اه طبعا اكيد يعني احنا في القران آه آه في بقى امر آه ان احنا نقرا فعلا اه وبعدين كمان انا بنصحها كمان انها يعني ما تبصش لاي ظروف حواليها او انها شاقه او انها متعبه لا تبص انها عايزه تتعلم عايزه تحقق ذاتها كارير طب برضو قبل الهوا اتكلمنا في نقطه ان كانت في ناس مثلا بيقولوا لك المهنه دي لا حتى بعد ما اتخرجتي اشتغلي مهنه اشتغلي شغلانه تانية المهنه دي للرجاله لا طريقتك دي مثلا مش هتنفع انت حقانيه قوي او مثلا يعني اه تمام في كلام كده بيتقال بيهبط او بيبقى عايز يسرب لك حته الياس والاحباط فانت دايما كنت بترد انت لا بتشتغلي وبتروحي المحكمه ودلوقتي انت مثلا في مكتب وبتاخدي اه يعني كذا قضيه و... طبعا اكيد محكمه اه فكلميني بقى على النقطه دي اكتر بصي انا هرجع للموضوع طبعا لما انا ذكرت في اول الحلقه الهدف انا هدفي ايه ومؤمنه بايه وعايزه ايه صحيح أه الناس مش عايشين معايا ومش عايش مش عايشين جوايا لو كل واحد اتاثر بكلمه يبقى هيقعد في بيته وهيستنى هيستنى لما يعني يلبس الابيض ويتكفن صحيح آه صح فانا خلاص انا مؤمنه بهدف وشايفه ان انا بنجح وبحقق خطوه هي الناس مش شايفينها يعني الناس مش شايفاك وانت بتنجحي بس شايفينك وانت مثلا محبطه شويه من كلامكم فمش م. معنى كده ان كلام الناس هي هو اللي هيحبطك لا انت شايفه نفسك فين ومؤمنه بايه انت عايزه ايه من تمام. حياتك يعني معنى كده ان انا حد يعني نصيحتك ان الواحد يحدد هدف ومهما ان كان بقى صعوبات عقوبات تقابله وحد بينال من عزيمته مثلا لا ما يلتفتش دي حاجه دي يفضل بس دايما قدامه كده الهدف بتاعه ويحاول يوصل دايما طريق النجاح ها بيتقابل دايما صعوبات مش معنى طيب. كده يعني زي الطالب لما بيجي يذاكر وهيقولوا وبي... له لا الماده دي صعبه قوي انت بتذاكرها ازاي؟ طب انا ما ادخلش الامتحان عشان هي صعبه صعبه وما مذاكرهاش ولا احاول اجتهد فيها و... وربنا يعني لا يخيب امل ونعم بالله ال... ايه الناس اللي عايزه تنجح في حياتها لا طبعا الواحد لازم يجتهد طبعا اه ف... و... ما دام الانسان مؤمن ويعدي اي صعوبه في حياته تمام المحمر رساله يوصل لهدف رساله ما دام انا مؤمنه برساله خلاص وربنا ما بيحطش الانسان في مكان الا هو عارف ان هو هيمشي فيه بس يعني بس احنا بقى نستحمل مش كل حاجه ما فيش حاجه سهله صحيح. النجاح هم ما كان بسهوله حاجه سهله دي بقى ان انا اقف في محل او ابيع ده انا كده ليش هدف في حياتي انا هدفي ايه في الحياه كده وانا واقفه ببيع يعني انا كمحاميه بس لكن المحاميه هدف ليها رساله ببرئ الناس بدافع عن المظلوم في ناس كتيره قوي بتبقى محتاجه حد يدافع عنها يقول لها كلمه يعني ما بتلقاش يعني في ناس كتير قوي غلبانه لوجه الله انا بساعدهم كده دون اي مقابل مادي والله جزاك الله خير اه يقولوا لي يعني. انا ما شفت ازيك يعني ما شفناش زيك واحنا ما بنروحش لحد عشان بس انا بساعد لان كان الله في عون العبد ما دام الله ما كان العبد في عون اخيه في عون اخي فدي حاجه انا مؤمنه بيها بس تمام آه نقطه كمان بقى المخدرات أو. ان في دلوقتي مثلا بعض حتى بيبقى اطفال يعني حتى دون السن يعني ممكن يلاقي مثلا طفل في الشارع مولع مثلا سيجاره بتبقى دي اول المصيبه هي مش مصيبه دي حضرتك دي كارثه كارثه في المجتمع ككل صحيح. هو بالنسبه له دي صوره عاديه هو اعتاد عليها بس لما واحد مثلا يمشي يشوف المنظر ده هيجيله احباط لما واحد كده نازل الصبح عنده عمل في الحياه ورايح لما يشوف واحد مثلا بيولع أه سجاره حشيش او حاجه كده يعني هيجي نفس في الصغيرين في الكبار بقى بنلاقي مثلا بيروح لطريق الادمان عشان خاطر مشكله في حياته تمام يعني ممكن في ناس بتتعاطى كتير عشان مثلا تهرب من مشاكلها أه بصي المحاضرات فنتكلم في جزء انساني وجزء وشق قانوني تمام جزئين الجزء الانساني الاول تعلقي عليه تقولي ايه حضرتك أه بصي انا ببص لهم ان هم طبعا ضحايا المجتمع صحيح. آه لأن معظمهم بيلجأوا للمخدرات بتبقى البداية بتبقى مشاكل، مشاكل اجتماعية هم محيطين بيها أو ممكن يكون بيئة محيطة، البيئة المحيطة بيهم كأن مثلا يقعوا في أصحاب. بس ده مش معنى لما يكون عندي مشكلة أروح آه أشرب مخدرات. ما هنا بقى بيرجع لقلة الوعي الثقافي عندهم، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، أنا ما عنديش وعي ثقافي. لما اتعرض لمشكله سواء داخل البيئه الاسريه الصغيره اللي هي اصلا في اسرتي او في المجتمع اه اساس البيت تمام يا او في البيئه الخارجيه اللي هي المجتمع الصحاب الشغل انا ما عنديش إدراك كافي ان انا لما اتعرض لمشكله زي ديت ازاي اطلع من جو الاحباط اللي انا تعرضت ليه فاقل لي ابسط حاجه بيعملوها مثلا بيشربوا سجاره علشان ايه ما يحسوش بالمشاكل ديت زي واحد محنوق كده بيروح ايه مثلا يغير جوه يغير المود المود اللي هو بس عايش فيه ده مش يعني هو لو اتوضى وصلى ركعتين اصلا ده هيبقى احسن له بكتير هم ما عندهم قله اراده عندهم قله اراده هو حلهم ان هم طبعا مش عيب ان هم يلجأوا لطبيب نفساني او اخصائي نفسيه هم بيدعموا الشباب دول جامد قوي بس هم ما عندهمش وعي للحته ديت واللي واللي بيخطا مثلا ممكن يرجع عن ده آه تمام بس ما بيتمداش فيه طبعا ربنا قانونا بقى القانون لا القانون الصراحه اكبر من اي حاجه يعني طبعاً. هو القانون تصدى للمشكلة دي بجميع النواحي بحيث ان هو عمل على ايه القانون حدد, حدد يعني هو وضع القانون نصوص وبنود ان هي في طريقة استخدام المحاضرات ما هي برضو بتستعمل بس هو ما فيش وعي ثقافي ولا قانوني للناس المحاضرات دي بتستعمل في ايه يعني هما حددوا الصيدليات ويبقى اصحاب الصيدليه مش واحد شغال في صيدليه انا اروح اجيب من الجهه المختصه مخدر يعني معنى كده حاجة مثلا بتدعي دلوقتي ان تقام مثلا ندوات مثلا في مراكز الشباب او غيره ضد الادمان او ضد تعاطي المخدرات لا انا بدعم بكيفيه بيعملوا على نشر كيفيه ايه هي دور المخدرات بتستعمل في ايه يعني هي القانون حدد القانون دخل في قسم الطب النفسي وقال ان هي تستعمل يعني ليه المساحات تطلب ما في مخدرات مش لازم تبقي بتتاخد مثلا في الطب النفسي لا في في حاجات تانية المخ... تاني اكيد في أنواع القانون كتير القانون حدد ان المساحه يمكن ان تعمل علي ان هو تطلب نوع من انواع المخدرات بس بطلب كتابي ويكون محدد فيه الكميه وسبب والاسم واذا كان ما هي ملهاش صيدليه يعني لو المساحات دي بيبقى لها صيدليه خاصه زي مثلا مستشفى العباسيه في جواها صيدليه بس من الجهه المختصه وحدد كمان هنا ايه ان المحضرات دي بتطلب في حاله مثلا صاحب الصيدليه لان بتبقى في مثلا مريض الدكتور بيكتب له على نوع بيعتبر محضر لو شخص طبيعي طلبه طب من خلال شغل حضرتك كده بقى و خارجية سنة انا 2013 يعني سبع سنين دلوقتي أوه. من خلال السبع سنين دول تنصحي كل الشباب او حتى الاطفال مثلا يعني اللي بيقبل بقى على الخطوه دي تقولي له ايه؟ اه والله يعني انا بقول له حط طريقك آه يعني اول اول مشكله تقابلك هما ركعتين انت لو صليت لي صليت ووجهت مشكلتك دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يلجأ لربنا سواء طيب مثلا صليق يروح صليق مسجد او يروح كنيسه او دور عباده عامه يعني بصي انا عايز اقول لك على حاجه المحاضرات دي بدا بدايتها بتبقى ان انا عندي مشكله لكن بتبقى نهيتها ادمان خلاص محبط حد بيبقى محبط ويائس مثلا من حياته بسبب مشكله معينه قبله في حياته هو عشان سواء بقى في دراسه او في البيت او في العمل آه. او واحد مثلا مع زوجته او حد مع اولاده فربما ايه بقى هنا بعض الشباب بيلجاوا للمخدرات فهو عشان ما يقبلش على الخطوه ديت اول ما يحس ان هو هيتجه لسلوك تاني لا يعمل بقى يغير جو يبعد عن البيئه المحيطه بيه لو هو عنده مشكله في الاسره يبعد عن الاسره مثلا يروح يغير جو عن اصحابه مثلا مع مشكله مع اصحابه انا كنت إيه؟ عايزه من حضرتك برضو سيبنا النقطه دي القانوني يعني مثلا اللي بيتعاطى مخدرات ده عقوبته ايه لا هو طبعا القانون حدد بتبقى على حسب الكميه وعلى مم. حسب طب مثلا مثال يعني يعني مش هي أي مثلا اقصى احنا بيجي مثلا بيبقى 10 سنين 10 سنوات في يعني في بيبقى سنتين يعني ممكن الواحد يضيع من عمره 10 سنين عشان خاطر قابل مشكله وما قدرش مثلا يتغلب عليها او قدر مثلا يحلها او حتى هو ما حاولش ان يحلها ولين الطريق اصلا يتعاطى مخدرات عشر بيضيع 10 سنين, سنين من عمره اه 10 ده لو في اتجار كمان يعني هو التعاطي بيتحول لاتجار كمان اه فانا بوضح بس كمان عايز ارجع لنقطه عشان الساده المشاهدين اتفضل ان المحاضر دوت يعني حددت انا الجهات المعينه اللي بيتم بيصرح ليها بالاتجار في المحاضرات زي الصيدليه عشان بيبقى علاج ده بيبقى علاج في ناس بتبقى تعبانه كانسر اي كان نوع ده بيبقى بياخدوا علاج ده فلو لو الجهه ديت عليها مثلا قضيه جنايات كانت محبوسه قبل كده ما بيصرفلهاش كمان المحضر ما بيصرفلهاش المحضر ده فهو القانون هنا تمام عم بدور بس جهة هو يعني الواحد لازم يعني يخلي عنده فكر يقوي علاقته بربنا مش اي مشكله تقابلنا اجري انتحر او اجري اخد مخدرات يعني تسوى قد ايه لما تضيع سنه دقيقه واحده من عمرنا آه عايز عايزه اوضح بس للساده المشاهدين بس إن بس بسرعه علشان تمام آه آه في لازم هنا يبقى في وعي قانوني بعميه الجريمه اللي حضرتك بتقع فيها ان انت محبوس سنه ما فيش حاجه اسمها يعني ايه انت كده بتضيع حياتك وكده انت بقيت في نظر المجتمع ده آه كفايه ان قضايا المخدرات من القضايا اللي مخله بتشرف بالظبط يا فندم كده يعني حتى بص لغيرك بص ان انت مثلا لشخص ناجح ما تبصش لزميلك فلوسك اللي بتضيعها في المخدرات دي ممكن تضيعها في مشروع وتقدر فكرة نفس انا النهارده كنت سعيده جدا بحضرتك استاذه يمنى محمد طيب. محاميه وشاطره وعندك فكرة وعايز توصليه بتمنى لك مستقبل باهر بتمنى ان فكرك ده يوصل لكل الساده المشاهدين انا فعلا النهارده استفدت من استاذه يمنى ويا كل اللي سمعنا وشافنا النهارده يكون استفاد أه بشكر سادة المشاهدين على حسن المتابعة أه على وعد بلقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كفاح سلام عليكم